اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هتكلم عن موضوع مهم قوي، ازاي الام بالذات الام الجديده تقدر تشفط اللبن بتاعها وما تبقاش متضايقه ولا قلقانه ولا تقول لا ده انا اللبن بتاعي ده كميته قليله، ده الشفاط ده مش جايب نتيجه. طريقه عمليه انك تشوفي حتى كميه اللبن بتاعك انك تشفطيه قدامك، دي طريقه بتخليكي تريلاكس وتهدي تماما وتعرفي ان انت عندك لبن. عشان كده هقولك شوية خطوات تساعدك انك تشفطي بطريقة ناجحة وسليمة. ايه هي؟ اول حاجة لازم ان انت تريلاكس خالص وما تبقيش تشيلي اي ضغط نفسي وتبقي مستعدة نفسيا ان انت هتشفطي. تاني حاجة لازم تكوني واثقة في قدراتك وانك هتقدري باذن الله ان انت ترضعي. دايما بقول ان الرضاعة الطبيعية هي نجاح فريق العمل. مين هو فريق العمل؟ هو الزوج، هو الام، هو حماتك، هو الدكتور اللي اول شاف البيبي، هو الممرضه، هو المستشفى اللي ولدتي فيها. فدايما تحاولي ان كل البيئه المحيطه بيكي تكون بتساعدك، لو ما ساعدتكيش يبقى اقفلي ودنك عشان ما ياثروش عليكي بالسلب. ثالث حاجه انك تحاولي تحطي البيبي قدامك وانت بترضعي. الستات بترضع بعقلها، لما انت بتشوفي البيبي قدامك وتنفعلي بيه الهرمونات بتاعت اللي بتزود ادرار اللبن بتزيد وتزود اللبن. رابع حاجة تقعدي في مكان هادي جدا وتسمعي موسيقى، تسمعي قرآن، تسمعي اي حاجة بتفضلي ان انت تسمعيها. خامس حاجة ان انت هتعملي تقسمي الثدي الى اربع مربعات، بتعملي كده فقسمتي أربعة وبتعملي مساج لكل منطقة فيهم. لو لقيتي فيه كلكيعة في ناحية منهم بتعملي مساج مضاعف ليها. كمان ان احنا ممكن نعمل كمادات مية دافية على الثدي قبل ما نبدأ عملية التشفيط. وبعدين انت دلوقتي امتى هتبتدي تشفطي؟ اول ما تبتدي تدوسي كده على الهاله اللي حوالين الحلمه، مش على الحلمه نفسها، لو دوستي على الحلمه هتقفلي اللبن ومفيش حاجه هتطلع. بتدوسي بايديك الاتنين على الهاله اللي حوالين الحلمه بعد ما عملتي كل الخطوات اللي قلت عليها ولقيتي فيه نقط لبن نزلت، معنى كده ان انت صدرك جاهز للتشفيط. ساعتها بنجيب جهاز التشفيط وتطلعي صدرك يكون بالكامل، ما يبقاش فيه جزء منه تحت الملابس الداخلية، وبتحطي الحلم البامب على الحلمة وتتأكدي ان تكون الحلمة في منتصف جهاز البامب. وبعد كده بتبتدي، ده بامب كهربائي، بتبتدي تدوسي على زرار التشغيل. وانت زي ما انت شايفة ان هنا ميدلة بيحاكي نظام الرضاعة من ثدي الام. فبالاول بيكون نمط الرضاعة اللي هو السريع الشالو، وبعد كده انت ممكن تزودي السرعة وممكن تنقصيها، بس اهم حاجة لازم تكون الرضاعة من غير الم. تزودي السرعة لحد قد ايه؟ طول ما انت مش حاسة بالم ممكن تزودي السرعة، لان الالم مع الرضاعة ده معناه مع التشفيط ده معناه علامة انذار. عشان كده دايما بقول ما نستخدمش اي جهاز تشفيط، لان ممكن نظام الدفع السحب اللي فيه يؤدي الى تهتك القنوات اللبنية. لازم يكون من مصدر موثوق فيه. عملتي عملية التشفيط بالوضعية دي وانت مش حاسة بألم، بتقدري تزودي في السرعة وبعد كده بتنقلي على مرحلة الإدرار اللي هي بيكون فيها السحب بطريقة منتظمة واطول وبيبقى الحلمة بتدخل لجوه اكتر. كمان في طريقه بتساعد قوي على في التشفيط وانك تخلصي فتره التشفيط في وقت قصير، هي انك حاجه من اتنين، يا اما تشفطي من ثدي وترضعي البيبي من الثدي التاني، او تستخدمي دبل بامبنج اللي هو التشفيط المزدوج. ده بيساعد على زياده ادرار اللبن بنسبه 18% اكتر وبيقلل المده وبيقلل المجهود. كمية اللبن اللي بتشفطيها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على نوع المضخة اللي انت بتستخدميها، عشان كده بقول لازم تكون من مصدر موثوق فيه، بتعمل شفط بطريقة محاكاة لطريقة الرضاعة، وبتعتمد على مهارة التشفيط، ودي حاجة معتمدة عليك انت. لو انت تعلمتي مهارة التشفيط، التشفيط ده هيبقى جزء من روتينك اليومي. طيب لحد امتى تفضلي تشفطي؟
تشفطي فور ماكسيمم لحد 25 دقيقه من كل ثدي، او انك عملتي خلصتي مثلا الكميه المتوقعه من اللبن اللي في السن ده 50 100 مللي حسب عمر الطفل، انجزتيها ان شاء الله حتى في ربع ساعه. لو لقيتي في اي كلكيعه في ثدي هتحتاج وبعد كده ترجعي تاني تشفطي. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه دي وتشفطوا بسلام وبدون الم، ودايما ترضعي وتفتخري.